اللهم يا عظيم، اللهم يا حليم، اللهم يا كريم، اللهم يا معطي يا منان، اللهم يا عزيز، اللهم يا حكيم، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم اقبلنا يا رحيم يا كريم. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. نواصينا الخاطئة بين يديك، أتينا في هذا المكان نعترف بذنوبنا ونقر بسيئاتنا، وننطرح بين يديك ونسألك أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إلهنا إنا فقراء، أبناء الفقراء. إلهنا إنا مساكين، أبناء المساكين، ارزقنا الجنة أجمعين. اللهم ارزقنا الجنة أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم خص منهم شبابنا، اللهم خص منهم حي السبيل وشباب السبيل ونساء السبيل يا رب العالمين. اللهم من كان سببا في هذه الجلسة، اللهم حرم وجهه على النار، وأدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.